هنا راح نستذكر بالنسبة لنا للرياضيات، احنا ما عندنا كل مشكلة هنا مشتقات الدوال الأسية واللوغاريتمية والدوال المثلثية. يقدم لنا الجدول التالي مشتقات الدوال الأسية واللوغاريتمية والمثلثية. مثلا عندي الدالة سي للقوة اي اكس، هنا المشتقة مالتها شو؟ الدالة نفسها في لين الأساس في مشتقة الأس، واللين هو شنو؟ هو دالة اللوغاريتم الطبيعي. الإي تو ذا إكس مشتقتها هي هاي، لين إكس هي مشتقتها هاي. لين إكس للأساس سي، واحد على إكس في لين السي. الإكس القوة إكس، يعني عندي واي تساوي لنا إكس القوة إكس، قلنا هذا متغير للأس متغير، أخذته وتب الصف أول ناخذ لين للواي، لين إكس للقوة إكس، وهذا يطلع عندي إكس لين للإكس، فلين الواي أشتق واحد على واي في واي داش، شو يساوي لنا؟ هنا أنا أشتق حاصل ضرب، وبالتالي تطلع عندي المشتقة هاي. الساين مشتقته هو كوساين، كوساين سالب ساين. التان هو سيكنت تربيع، أو شنو؟ واحد على كوسيكنت عند علاقة واحد زائد تان تربيع، تان تربيع اكس، شو يساوي لنا؟ يساوي لنا سيكنت تربيع اكس. فهنا أنا إما المشتقة مالته سيكنت أو واحد، احنا عندنا نعرف احنا السيكنت هو واحد على كوساين، بما انه تربيع واحد على كوساين تربيع، او هاي نستخدم هاي العلاقة. وبنفس الطريقة الكوتان ايضا، السيكنت مشتقتها سيكنتان، الكوسيكنت هو سالب كوسيكنت كوتان. ناخذ قم هنا، يقول لي قم بانشاء ملف نصي واكتب الكود التالي. عندي قلنا احنا المشتقة مالتنا بالنسبة لمن شي يكون عندي مشتقة رمزية، راح يكون المتغير رمزي، فلازم ادخله هنا اي تو ذا اكس، الدالة مشتقتها ادخلها بهالشكل هذا، يعني اكسبونيشال اوف اكس، يعني الواي عندي اي تو ذا اكس. وبالتالي شو اقول له؟ اقول له ديف مشتقة الواي، الدالة الثانية هي واي تساوي لنا اكس اس 9 مشتقتها، وساين اكس المشتقة مالتها، يعني هذني شنو؟ اما الواي ارقم هنا لازم ارقم هنا 2، شكلها مشتقة 2، او هو راح بالتعاقب ياخذ الدالة يعرفها، يعني هنا عند واي ياخذها ويشتق. زين، الساين مشتقته شنو؟ التان مشتقته شنو؟ الكوتان اللوغ للأساس 10، ساين تربيع ساين تربيع، عندي الدالة هنا معرفة بهالشكل هذا، وعندي اكسبونيشال لل هنا، يعني شنو معناته؟ هنا اي تو ذا اكس على يمن على ساين الاكس، هاي بالنسبة لهاي، هاي ساين تربيع الاكس، هاي كوساين 3 اكس تربيع زائد 2 اكس زائد 1، هذا لوغ للأساس 10، واي تساوي لنا لوغ 10 اكس، هذا لوغ الاكس. وعندما ننفذ البرنامج احنا نعرف راح بالبداية يعطيني الدالة ويعطيني المشتقة مالتها، في اي تو ذا اكس واي تساوي لنا اي تو ذا اكس، هي مشتقتها شنو؟ هي مشتقتها هي هاي وياها مشتقتها. زين، عندي الدالة الثانية واي راح يطبع لي اياها، والمشتقة مالتها هي شنو؟ هي واي تساوي لنا اكس اس 9، وبالتالي الواي داش شنو هي؟ هاي وياها 9 اكس اس 8. وعندي الساين مشتقته كوساين، التان قلنا احنا ياخذ عندي ش عندي عندي تان سيكن تربيع المشتقة مالته، سيكن تربيع اكس، وقلنا سيكن تربيع ما نكتبه واحد على كوساين تربيع اكس، او نقدر نكتبه تان تربيع اكس زائد واحد، لانه شنو هذا؟ شي يساوي لي؟ يساوي لي سيكنت تربيع الاكس. فثلاث حالات يطبع لنا اياها.
مشتقة الكوساين هو سالب ساين، اللوغ هو اللوغ هنا لوغ، بما أنه بدون أساس يعني اللين هنا في المشتقة مالته واحد على إكس، هذا المقدار لوغ 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 عشرة لل لوغ إكس للأساس عشرة، يعني شنو معناته؟ يعني لوغ من نريد ندخله، هذا مهم إذا جاكم سؤال شلون تدخلون هاي القيمة، فش يطلع عندي لوغ الإكس على اليمن على لوغ العشرة، لوغ الإكس على لوغ العشرة، هذا وياه هنا، فالأنسر مالته الجواب مالته هذا ساين تربيع، هنا عندي ساين تربيع، ساين تربيع إكس عندي دالة أس يعني الأس مالتها اثنين، ساين إكس في مشتقة كأنما عندي ساين إكس الكل تربيع، فمن أريد أشتق اثنين أقلل من الأس واحد إيش يطلع عندي ساين إكس في مشتقة داخل قوس كوساين إكس، هذا وياه هذا إيش يساوي إنه مشتقة الكوساين هو سالب ساين الزاوية هنا، بعدين مشتقة داخل القوس هي إيش سوينا عندي ستة إكس زائد اثنين، الإكسبونيشال إكسبونيشال إكس على ساين الإكس هنا مشتقة حاصل قسمة دالتين، هنا المقام تربيع من نريد اشتقه مثلا الواي هنا الواي داش يساوي لنا ساين تربيع الإكس، مشتقة البسط في المقام بدون اشتقاق على سالب مشتقة المقام في البسط بدون اشتقاق، زين هنا عندي هاي بالماتلاب بالأوكتيف هنا نفس الكود، يعني مو نفس نفس الإعازات تقريبا، بس لازم شنو نرفق للبكا البقج، هنا قلنا النظري فقط مطلوب، بالعمل غير مطلوب الأوكتيف، رمز غير راح ناخذه راح ناخذه بهالشكل هذا، هنا بس الصححون ما عندي كابيتال هنا سمول، يعني الاكسبونيشال يكتب بهالشكل هذا سمول مو كابيتال، مو كان ما عندنا ديف الواي بالماتلاب ايش راح يصير عندي ديفرنشيت واي بالنسبه لمن بالنسبه للاكس، هنا نفس الشيء دخلت الواي اقول له ديفرنشيت الواي بالنسبه للاكس ساين الاكس ايضا هنا سمول هذا تان تان عندي وبالنسبة لهاي بالنسبة للبقية نفس الشيء، بس الفرق بين الماتلاب والأوكتيف قلنا هنا سيمس هنا نقول الباجاج هنا هذا ويا نستدعي الباجاج لود سمبليك وبعدين نقول له نعرف له الاكس بهالشكل هذا بهالشكل هذا نعرف له بهالشكل هذا نعرف الهيا نفس الشيء بس بس شنو الفرق بيناتهم اثنيناتهم